الانتخابات الرئاسية أحد أهم ركائز الديمقراطية اللي بتمنح المواطنين فرصة للتعبير عن آرائهم وكمان اختيار الرئيس اللي هيحكم مصر. عشان كده ضروري جدا نشجع كل الناس على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. مش بس كده منا، كمان الأحزاب السياسية ليها دور كبير جدا ومهم في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات في ظل تزايد التحديات اللي بتواجهها الدول. علشان كده لازم الأحزاب تشتغل على تعزيز الوعي السياسي للمشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية. خلونا نتعرف مع حضراتكم على أهمية دور الأحزاب في تشجيع المواطنين على المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات الرئاسية مع ضيفتنا الدكتورة غدا جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. صباح الخير دكتورة غدا، منورانا يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، اهلا بيك. صباح الخير استاذ محمد. دور مهم جدا للأحزاب السياسية انها تقدم كوادر سياسية، تدرب تثقيف سياسي، انها تحث كوادرها والمواطنين على فكرة المشاركة السياسية الإيجابية. شايفات الدور ده ازاي يا فندم؟ هو طبعا أصبح دور الأحزاب السياسية في مصر يعني بيشهد زخم كبير ومشاركة فعالة أكتر، خاصة في السنوات اللي فاتت. إحنا شفنا أن دور الأحزاب بقى فعال أكتر في الشارع المصري، بيشارك في جميع الأزمات اللي واجهت الدولة المصرية. ما بقاش الهدف من المشاركة في الحزب السياسي أن يكون الوصول إلى السلطة، لا، دلوقتي كمان الحزب السياسي ليه دور تنموي. صحيح. بيشارك في الأزمات الكتيرة اللي واجهت الدولة المصرية في السنين اللي فاتت، طبعا زيها زي بقية دول العالم، من أزمات اقتصادية، خاصة كمان الدولة المصرية بتواجه أزمات وتحديات سياسية وتحديات للحفاظ على الأمن القومي. كل ده بتقوم بمشاركة يعني الأحزاب السياسية، بتشارك في كل ده بطريقة منظمة وممنهجة من قبل تفعيل الوعي السياسي لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة الاهتمام بالشباب والمرأة، لأن هي الفئة الأكثر في المجتمع المصري. المجتمع المصري أكثر من 60% منه فئة شبابية. الأحزاب السياسية طبعا هي دليل على التعدد الحزبي في الدولة، ده دليل على الديمقراطية. وإحنا كمان عايزين نقول أن تعدد الأحزاب مش موجود غير في دول قليلة زي مصر وتركيا وفرنسا، ولكن في دول كتير بتعتمد على نظام الحزبين بس أو الحزب الواحد. فده في حد ذاته أن مصر بتطبق يعني أفضل صور الديمقراطية من ناحية تعدد الأحزاب المتواجدة في مصر. وفي نفس الوقت كمان إحنا دلوقتي بنتكلم على الانتخابات الرئاسية، أكتر المرشحين في هذه الانتخابات هم بيرأسوا بالفعل أحزاب سياسية. ده في حد ذاته بيوضح لنا الصورة أن قد إيه الحزب السياسي أصبح أكثر فعالية. ثلاث مرشحين، يعني كل مرشح هو رئيس لحزب. حقيقي منهم، كل منهم رئيس لحزب سياسي، وفي منهم حزب كمان بيصنف معارضة. فأعتقد أن ده كله بمؤشر قوي أن الأحزاب السياسية أصبح لها دور قوي جدا في المشاركة الفعالة سياسيا. ما أصبحش الحزب مقتصر على قيادة بهدف الوصول إلى السلطة، لا، أصبح في زخم حقيقي في الشارع المصري، لأن المشاركة السياسية لها يعني أشكال كتيرة، في منها مجرد الإبداء بالرأي، وفي منها المشاركة الفعالة إن أنا بالفعل أنزل أشترك في حزب سياسي أو مجتمع مدني. ما ننساش كمان دور مؤسسات المجتمع المدني، لأن هو مهم جدا وليه برضو ظهير واضح في الشارع المصري. كل ده من دعائم الديمقراطية ومن دعائم تداول السلطة، عشان يقدر المواطن المصري يكون رأي حقيقي ويقدر يحس أنه مشارك بالفعل في صنع قرار في السياسات العامة للدولة المصرية. طيب المشهد الديمقراطي أهمية تعزيزه إيه؟ يعني إحنا دايما عمالين نقول للناس انزلوا وانتخبوا وحافظوا على صوتكم الانتخابي. إحنا كل المجهود اللي بنعمله ده الهدف منه؟ الهدف طبعا أن نعزز المشاركة السياسية في الشارع المصري، ده مهم جدا. يحس المواطن المصري أنه هو ليه أثر إيجابي في اتخاذ القرار وصنع القرارات في الدولة المصرية. تكوين رأي عام، يعني برضو من أهم أهداف الأحزاب السياسية أن يكون في رأي عام واحد ومشترك. طبعا كل حزب سياسي بيكون ليه وجهة نظر معينة بتجتمع على أساسه المجاميع المشتركة في الحزب، وبالتالي بيتم طرح القضايا كمان اللي بتهم الشأن المصري والعمل على توفير سبل لحل هذه القضايا والمشكلات اللي بيطرحها الحزب السياسي. كل ده شيء مهم جدا بتقدم الأحزاب السياسية، المشاركة الفعالة، الدور الإيجابي لمشاركة الشباب ومشاركة المرأة، ده شيء مهم جدا. كل الأمور اللي بيقوم عليها الحزب السياسي هي من أجل إما دعم مؤسسات الدولة المصرية ودعم القيادة السياسية المصرية، إما على الوجه الآخر بيكون هناك بعض الأحزاب ليها وجهة نظر معارضة أو مختلفة عن السياسات المطبقة داخل الدولة، لكن في نفس الوقت هي مش بعيدة عن المواطنة والوطنية والانتماء للدولة المصرية. في النهاية إحنا بنكون رأي من أجل مصلحة الوطن العليا ومن أجل تفعيل أيضا مصلحة المواطن المصري. قمة الهرم للمشاركة السياسية هو المشاركة الفعالة أو الناشطة، وهي السلوك التصويتي، يعني أنزل وأصوت وأدلي بصوتي.
لكن في مراحل قبل القمة دي، يعني في مراحل مهمة جدا، فكرة النقاش السياسي، الحوار السياسي، إبداء الرأي، يعني فكرة أنه أدرب أو أعيد مرة أخرى الشباب لحالة السياسة وأنه يبدي رأيه في النقاش السياسي. المراحل دي مهمة جدا وبتتم من خلال حوارات وندوات توعوية كثيرة. إزاي يتم تشكيل هذه المراحل ما قبل قمة الهرم اللي هو النزول والتصويت في صناديق الاقتراع؟ طبعا ده شيء مهم جدا، ان تفعيل المشاركه السياسيه عن طريق الاحزاب ده شيء هام وبتعمل عليه بالفعل الاحزاب السياسيه، لان احنا دوله مؤسسات ودوله بها دستور وبيتم تطبيق كل ما موجود في الدستور المصري، دستور عام 2014. في نفس الوقت احنا بنمر باستحقاقات انتخابيه مختلفه، يعني نحن ننتظر بعد انتخابات الرئاسه هيكون في استحقاقات لانتخابات المحليات ثم الانتخابات البرلمانيه 2025. فكل ده لازم الشباب يكون عنده وعي وعنده ثقه انه يكون احد المشاركين في هذه الانتخابات والاستحقاقات، هيكون له دور قوي جدا وفعال. فبالتالي هو تمهيد، يعني كلها مراحل تمهيديه من اجل استكمال الشكل التام النهائي للمراحل الانتخابيه داخل الدوله المصريه. بالنسبه للاحزاب، يعني دائما يعني في هذه الفتره بالذات بيكون في مؤتمرات دائمه بتدشن عن طريق الاحزاب لنشر الوعي ما بين الفئات المختلفه في المجتمع المصري. الفئات الشبابيه دي مهمه جدا للمجتمع المصري، الوصول الى ابعد المناطق داخل الدوله المصريه. احنا مش هنهتم بس بالعواصم الكبيره او بالمدن الحضريه، لا، اصبحت الاحزاب لها مقرات وقاعده حزبيه في كثير من الاماكن، في القرى والضواحي والنجوح حتى المصريه. الزخم السياسي بالفعل اصبح له دور قوي عن طريق الاحزاب السياسيه، بتدشين حملات توعيه قويه عن طريق شباب الحزب ونساء الحزب ورجال وسيدات الحزب، كلهم بيكون لهم دور من خلال يعني نشر وعي المشاركه في الانتخابات الرئاسيه. ده شيء مهم جدا، وده يعني حق دستوري وواجب وطني، ولازم الكل يشارك في الانتخابات الرئاسية. احنا في الانتخابات الرئاسية في عام 2018 كانت نسبة المشاركة تقريبا 41%، ننتظر ان شاء الله المرة دي هتكون اكتر من كده، ممكن تتخطى 50% كمشاركة من القاعدة الانتخابية، وده بسبب ان بالفعل حصل زخم سياسي في الشارع المصري، حصل وعي كبير ما بين المجتمع المصري بسبب التعددية الموجودة ما بين المرشحين الرئاسيين، الانتماءات الحزبية المختلفة، المشاكل الكبيرة اللي بتواجه الدولة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي، الشأن الخارجي والداخلي للدولة المصرية، كل دي أمور هتجعل من الانتخابات الرئاسية عرس كبير بيشارك فيه جميع فئات المجتمع المصري. وبالفعل هم هنلاقي إن شاء الله في الانتخابات سواء اللي هتتم في الداخل من ابتداء من يوم 10 أو حتى الانتخابات في الخارج، احنا بنشوف دلوقتي الانتخابات في المصريين للخارج مشاركتهم مهمة جدا وفعالة، والحقيقة بتدل إن المواطن المصري بالفعل مشارك قوي في هذه العملية الانتخابية، بيشارك في تقديم الانتخابات بعرس جميل أمام العالم كله الديمقراطية، وبالنسبة للعالم كله إن الشعب المصري دائما خلف القيادة السياسية وخلف مؤسسات الدولة المصرية وداعم قوي للدستور المصري، وإحنا مستمرين في التنمية، طبعا التنمية المستدامة 2030 اللي بتهدف إليها الدولة المصرية. كل الشعب المصري موافق على ده ويوثق ده بحضوره في الانتخابات ومشاركته في الانتخابات الرئاسية. السيدات تواجدهم هيبقى ازاي؟ يعني احنا شفنا في الاستحقاقات الانتخابيه اللي فاتت كان في تواجد مكثف للسيدات المصريات، وهم يعني اللي دايما داعمين وبينادوا بنزول الناس للانتخابات، متخيله ازاي هيبقى مشاركتهم المره دي؟ اولا يعني دور المراه المصريه في السنين اللي فاتت كان مهم جدا في كل المراحل اللي مرت بها الدوله المصريه، ابتداء من ثوره 30 يونيو كان للمراه المصريه دور قوي جدا وشهد له العالم، وبتشهد ليه دائما القيادة السياسية المصرية. دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيشيد بدور المرأة المصرية وبيكرمها في كل أحاديثه التي تخص دور المرأة المصرية. أصبحت المرأة المصرية بتتقلد الكثير من الوظائف القادية والمناصب السياسية والاقتصادية داخل الدولة المصرية، وده طبعا دليل على ثقة القيادة السياسية في المرأة المصرية. بالنسبة للدستور المصري عام 2014 المادة 11 بالأخص بتنص على أن هناك كفاءة ومساواة تامة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية، فبالتالي المرأة المصرية أصبح لها تواجد بالفعل في الدستور المصري. في بعض التعديلات المواد الدستورية أصبحت المرأة بتمكن سياسيا بدرجة كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ وعلى مستوى الوظائف القيادية في الدولة المصرية.
بجانب النسبة المقررة لها فهي لها حق الترشح أيضا في مع باقي النسب الموجودة في الانتخابات. دائما المرأة المصرية هي الدعم الأول للدولة المصرية، هي زي ما بنقول كده المرأة هي الضوء اللي بتستمد منه كل الأسرة المصرية الأفكار والآراء المختلفة، علشان كده المرأة دورها مهم جدا. هتدعم واحنا منتظرين منها مشاركة فعالة وقوية جدا في الانتخابات القادمة، هتدعم بقوة، هي مرشد لأولادها ولأسرتها ولكل المحيط اللي حواليها، فبالتالي هي كلها أثر كبير جدا في المشاركة الانتخابية. وبرضه لو هنرجع لدور الأحزاب، في اهتمام كبير جدا من الأحزاب لمشاركة المرأة في الانتخابات، وهناك وعي تام ما بين المؤتمرات بتدشن يوميا من أجل أن يكون هناك توعية ما بين نساء مصر في المشاركة الانتخابية، وهي بدورها بتقوم بنشر هذه الأفكار ما بين المجتمع المحيط بها. وده كان واضح في كل الاستحقاقات النيابية والسياسية من بعد 2011، دايما المرأة هي البطل في المشهد، وهي زي ما حضرتك قلتي المحرك دايما للمحيط حولها للمشاركة السياسية. النهاردة اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج، انطلقت العملية الانتخابية بالأمس. شفتي حضرتك إزاي سير العملية الانتخابية بالأمس وتوقعاتك خلال اليومين النهاردة وبكرة إن شاء الله؟ طبعا احنا متابعين العمليه الانتخابيه للمصريين بالخارج. اولا هي يعني خرجت للعالم بشكل لائق وجميل جدا، لان في يعني اقبال من المواطنين المصريين في الخارج، وتم رصد ده طبعا عن طريق التلفزيون في محطات مختلفه، ان في جميع الدول الجاليات المصرية بتتم مشاركة الانتخابات بطريقة فعالة، سواء على اليوم الأول أو النهاردة اليوم الثاني، احنا شفنا ده بالفعل. وعلى فكرة برضو الأحزاب ليها دور في يعني تدشين الوعي للمصريين بالخارج. يعني أنا كأحد المنتمين لحزب، عندنا حزب مثلا حماية الوطن، الأمين العام لحزب حماية الوطن تم بالفعل يعني جولة للمصريين او الجاليات المصريه للخارج ليحثهم على المشاركه في الانتخابات السياسيه. واعتقد ان ده دور مهم جدا لجميع الاحزاب السياسيه، ان هي بتحث المصريين سواء داخل مصر او خارج مصر على المشاركه السياسيه. المصريين في الخارج احنا شفنا ورصدت يعني الكاميرات المواطنين داخل السفارات والقنصليات اللي بيدلوا باصواتهم للانتخابات الرئاسيه، بيشيدوا بالعمليه الديمقراطيه وبركائز الاستقرار للدوله المصريه، وبيدعموا سواء ايا كان المرشح اللي يتم يعني انتخابه، لكن هم في النهايه بيدعموا الحراك الديمقراطي والحركه السياسيه اللي بتشهدها الدوله المصريه، بيدعموا ركائز والاحقيه للدستور المصري وتطبيقه بتطبيق الانتخابات الرئاسيه بشكل لائق. ولازم في النهايه تكون النسب المشاركه هي نسب مرضيه بالنسبه للدستور والقانون، ويعني تكون شاهد كبير للعالم ان المصريين بيقفوا موقف ثابت مع الديمقراطيه ومع ركائز الديمقراطيه ومع المشاركه لتتم هذه العمليه الانتخابيه بعرس جميل ديمقراطي امام كل العالم. ده شيء مهم جدا ومنتظر، واحنا الحقيقه يعني اقدر اقول ان مشاركه المصريين بالخارج هي عمليه مؤشره ومبشره جدا، ان فعلا المواطن المصري يعني اذا كان ده حال الجاليه المصريه خارج مصر، فان شاء الله هننتظر في الانتخابات الداخليه ان يكون المشاركه اكبر بكتير ويكون فيها زخم وعرس انتخابي يعني يشهد للعالم كله ان شاء الله. متوقع شكل الانتخابات هيكون عامل ازاي ان شاء الله؟ هيكون في يعني على توقعاتي الشخصيه، انا اعتقد ان الانتخابات الرئاسة هيكون فيها زخم كبير جدا ومشاركة كبيرة جدا، أولا لأن المواطن المصري بيعي حجم المشكلات اللي بتواجه الدولة المصرية. زي ما قلنا أن أصبح الزخم السياسي والوعي السياسي لدى المواطن المصري أكبر بكتير في السنوات السابقة عن العقود اللي قبل كده، لأن كل حاجة يعني احنا دلوقتي بنشوف سيادة الرئيس بيعمل لقاءات وقمم ثنائية على الهواء مباشرة لم تحدث أبدا من قبل في التاريخ يعني. فبالفعل أصبح هناك متابعة ومشاركة وتقييم، تكوين رأي عام، وعي تام بالقضايا التي تواجه الدولة المصرية. فما افتكرش بعد كل ده وخاصة تواجد الأحزاب بقوة في الشارع المصري والمشاركة القوية للأحزاب السياسية، المؤتمرات اللي بتدشن دائما من أجل دعم المؤسسات الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية، كل ده في النهاية أكيد هيصب أن يكون في زخم سياسي وزخم في المشاركة السياسية. هننتظر مشاركة كبيرة أعتقد ربما تتخطى 50% من قاعدة الناخبين بسبب الوعي اللي أصبح لدى المواطن المصري، وبسبب برضو التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية وإصرار المواطن المصري على ركيزة الأمن والاستقرار
داخل الدوله المصريه. ده شيء مهم جدا، واصبح الشغل الشاغل لكل مواطن مصري ان احنا نحافظ على الامن القومي المصري. صحيح. ركيزه الاستقرار للدوله المصريه، وده دافع قوي جدا للمشاركه السياسيه، دافع قوي وحافز حتى طبعا للمصريين سواء المواطن الخارج او الداخل مشارك في صنع لازم القرار. يشارك ويصنع القرار في المستقبل. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شرفتينا ونورتينا دكتوره غاده جابر الباحثه في العلوم السياسيه. شكرا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير. شكرا.